المؤتمر هذا بعرفي أنا وبتصوري أنه مؤتمر مهم جداً بالغاية في الأهمية من حيث الشكل ومن حيث المضمون. أما من حيث الشكل فهذا المؤتمر يضم أكثر من 86 دولة، وهو يضم وجوهاً رفيعة جداً ووجوهاً مميزة من رجال الثقافة ومن رجال الفكر ومن رجال الدين ومن رجال المجتمع. ومن حيث المضمون فهنالك خطة عمل وضعها الأزهر الشريف لوضع الأسس في كيفية نصرة فلسطين ونصرة القدس. أنا لا يسعني إلا أن أثني على الأزهر الشريف وعلى سيده فضيلة الإمام الأكبر على هذه المبادرة العظيمة التي قام بها، وهي فعلا مبادرة سيكون لها وقع جيد جدا ووقع كبير جدا في المستقبل على قضية فلسطين وعلى قضية القدس. ونحن بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات لأنها منبر إعلامي نطل منه على العالم أجمع، على العرب أولا ثم على العالم الغربي بكامله وعلى أصحاب القرار الذين قرروا أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل. شكرا.